احنا مجموعة من الشخصيات المصرية، وايضا حوالي 200 من الشخصيات المصرية، اكتر من 200، واكتر من 50 من الشخصيات العربية. الناس بتطلب باختصار ان يسمح لنا ان نساعد في الانتقال بالشاحنات المصرية، الاف اطنان المساعدات المتراكمة على الجانب المصري في رفح المصرية، او الجانب المصري من معبر رفح للاراضي الفلسطينية. لا يستطيع أحد أن يصل إلى سيناء المصرية أو إلى الجانب المصري من معبر رفح إلا بالموافقات الأمنية. ايش يا حبيبي، عايش بتدور؟ عايش بتدور؟ عايش بتدور؟ عايش تاكله؟ بالله تعال. انت مش ماكل؟ من وقت ايش؟ من زمان. بالله جاد؟ بالله بتدور عايش تاكله؟ However, it is noted first that access to Gaza from Egypt is under the control of Egypt. في انتظار الرد. الطلب اتقدم بالأمس وعليه طرق التواصل، ونتمنى ان الحملة توسع، ما تبقاش حملة فردية من واحد او اتنين او ثلاثة. ماشي 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 ماشي. ليش؟ ايش احكي للناس كيف وضعك في الضار؟ وضع تعبان يا خالتي، فشيتي بالضار من مرة، ما يقبل بالضار عندي والله، في ما يقبل.